شيخ أحسن الله عليك، في درس أمس مر أن الإنسان لا يكفر إذا لم يقصد، لا يكفر كفرا مخرج من الملة إذا لم يقصد ما فعله أو قال أو قال أو كان جاهلا لم يدري قصر لكن مع المخالفة. بهذا على هذا القاعدة تمر أن كثير من المبتدعين يعني يدافعون عن بدعتهم لكونهم يعتقدون أن هذه البدعة هي الحق، فهل يؤجرون على بدعتهم هذه إذا اعتقدوها حق؟ ثانيا إذا هم دافعوا حتى مثلا أضروا بسلوك، اصبر خذ على واحد واحد. هؤلاء إذا بين لهم الحق وأصروا على بدعتهم فهم ضلال ولا يؤجرون بل يأثمون، لأن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما إذا كانوا ماشيين يظنون أن هذا هو الحق فهم يثابون على نيتهم، ولكن لا يثابون على عملهم لأنه غير مشروع.